أتينا
المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، أنت عافنا خطيئة، أنت كافي للمهمات، أنت شافي للبليات، أعطينا ما قد رضينا. المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، ترغيب الأنبياء يا حبيب الأولياء، يا خطيب الأسفياء، خذ بأيدي المذنبين. المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين. صلاة وسلام على الذي إمام للنبي خاتم للمرسلين. المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين. محمد والآل أسرى، بعده وصحب زمرى، من ولي نصر وهجرة وجميع الوارثين. المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين. قربان ذاكرين مدحكم والآمرين، لهم والحاضرين مطعمين وراغبين. المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين. قد رحم نور شرري على نبي بير القطب أسر شاه الحميد. المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين. بني فاطمة كنين ولي وانا شاه الحميد، حسن قدوس بالران بابو شاه الحميد. المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين. محمد غوث غوالي فدنانك طريقة مالك شاه الحميد. المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين. الله نور رسولي، نور تانجل دار شاه الحميد، حضرة علي غوث العالم، منجل دار شاه الحميد. المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين، المدد يا غوث العالم، الأمان يا محي الدين. نور أمير سنجل بيري، تلكين دور شاه الحميد.
துயத்தங்கள் நூறில் நின்றும் தாருங்கள் ஷாஹுல் ஹமீதி. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نفسي وديني مالي ومالي استغفر الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. آمين. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في البلاد صلاة دائمة بدوام ملك الله. آمين. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سيدنا محي الدين عبد القادر جيلاني وليا وشيخ المرشد هذا خلق الاربعه نفس الله زاد عرش الله مداد كلمات الله. اللهم اعوذ بمثلك بما قرانا من كلامك العزيز وصلوات حبيبك العلي العظيم ومناقب قطبك الكريم هذه هديه واصله رحمه نازله بركه شامله. فتح
وصفة كاملة هدية مقبولة ماضية متصلة منا إلى حضرة الأفضل الأقدس العلي العظيم إلى يدي الوجود المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خير بدر بدر وخاصة ثم إلى حضرة سيدنا سندنا جدنا الأخ بأيدينا حضرة الأقدس حضرة الأقدس أبا سيد الأنبياء المرسلين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وفاض علينا البركات من دار الدهر آمين. ثم إلى حضرتنا وسيدتنا جدنا الأخ بأيدينا حضرة الأقدس ثم سيد الأنبياء المرسلين سيدنا آمين رضي الله تعالى عنها وفاض علينا البركات من هذا الدهر آمين. ثم إلى حضرة الأفضل الأقدس العلي العليم الحقاري بسيدة العالم وسيرتنا جدتنا الآخر بأيدينا وذو الخلاج بكل مجمعين قبض المصطفى بضعة محمد قرة المطلة لذة أبو ترم وسيد الشباب بحر الجنة قرة الإله فاطمة البدوية عليه الصلاة والسلام وفاض علينا البركات من هذا الدهر آمين. ثم إلى حضرة سيدنا جدنا العاقد بعضنا سيد الرشحين أبو بكر مولاي كائنا علي مشكل كشار عليه الصلاة والسلام وفاض علينا البركات من دهر الداهرين آمين. ثم إلى حضرتين شهيدين السعيدين الكريمين سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله تعالى عنهما وفاض علينا البركات منهما دهر الداهرين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا سندنا شيخنا 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 مربنا مرادنا مرشدنا هادنا وسيرتنا قدوتنا قطبنا دخلنا وفخرنا من جانا قبلتنا غابتنا غوزنا 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 بيدنا الخطب الرباني والغوز السمداني محبوب السبحاني ما شكر رحماني كندر نوراني هيكل السمداني صاحب الرشارة دماني هر دو جهاني قاش مكاني هر مشكل آساني دي أبي محمد الشيخ معلم سيد عبد القادر جيراني الحسن والحسيني بغداد القادر رضي الله تعالى عنه علينا البركات من دهر الداهرين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا سعدنا حاجنا الأخذ بأيدينا قرة عيننا أبا قادر أولياء سيدي حسن قدسي الحسني رضي الله تعالى عنه وأفاض علينا البركات من دهر الداهرين آمين. ثم إلى حضرتنا وسيرتنا أم قادر أولياء ست نساء الطاهرة سيدتنا فاطمة الباهرة رضي الله تعالى عنها وأفاض علينا البركات منها دهر الداهرين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا قطب الأقطاب سراج الحباب سيد السادة شاه سيد محمد غوث الشطاري صاحب القرآن رضي الله تعالى عنه وفار علينا البركات من دهر الداهرين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا قطب الأقطاب فرد الحباب سيد السادة جيد القادة صاحب القرش والكرامات قطب الوجود السبع غوث العالم سيدنا اسمه اسم الله العظيم سيدنا شاه الحميد سيدنا شاه الحميد سيدنا شاه الحميد ميران سلطان سيد عبد القادر القادر رضي الله عنه رجل السباعي بن بخش بابسطا صاحب الحسن والحسيني مولد حماني كبوري ماركت فرناوري الشافي العشاري قادر شتاء رضي الله تعالى عنه وفعل علينا البركات من دهر الداهرين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا سندنا هادنا الأخذ بأيدنا قرة عيوننا لذة فعال السلطان مشايخ برهان حقائق الشاهد دولة شاه سيد محمد يوسف صاحب عارف اللقب القادري صاحب دادا صاحب رضي الله تعالى عنه وفعل علينا البركات من دهر الداهرين آمين. ثم إلى حضرتنا وسيرتنا سيدنا سيدة سيد سلطان بيبي أما صاحبة رضي الله تعالى عنها وفعل علينا البركات من دهر الداهرين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شرف كرم صلوات الله تعالى عنهم اجمعين وافاض علينا البركات منهم دهر الداهرين امين. اللهم طبل حياتنا واشرع صدورنا زين اخلاقنا وسع ارزاقنا يسر امورنا واحسن عاقبتنا واغفر ذنوبنا تستر عيوبنا وتقضي حاجاتنا وتقضي حاجاتنا بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين بركتي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعزة أصحاب البدريين الوحديين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ونشر علينا البركات من في الدار الحميد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا اغفرنا وارحمنا ولوالدينا وبارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات. ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا يا الله انك انت التواب الرحيم. صلى الله على نبي امي وعلى اصحابه صلى الله عليه وسلم. صلاه وسلام عليك يا رسول الله وحالنا يا رسول الله اسمع قالنا يا رسول الله خذ بيدنا يا رسول الله خذ بيدنا يا رسول الله خذ بيدنا ان تعين ذلكنا حبيب الله خير خلق الله قاسم رزق الله زنا ترسل له نور من نور الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترى الله وتصلي على سمعني. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.